أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. كل حلقة بنستضيف أسرة جديدة، بنتعرف على أفرادها، بنشاركهم أحلامهم ومشاكلهم، وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. المجال مفتوح والحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. كانت هوايتها الرسم منذ نعومة أظافرها، وكانت تساوي هذه الهواية لساعات طويلة، ولكن أخذتها الحياة الاجتماعية وممارسة العمل الاجتماعي. هي وزوجها الحاكم الدولي وحيد مدني، والذي حصل على العديد من البطولات والميداليات، لم يتوقف للحظة واحدة عن مزاولة النشاط الاجتماعي. أسرة فنية ورياضية رائعة نقترب منها لنتعرف عليها أكثر. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية. دايما بنستضيف زي ما بنوعدكم أسرة متميزة في مجال من المجالات. النهاردة الأب اختار مجال الرياضة ليتميز فيه وعطاؤه كله لهذا المجال. معانا أسرة الحكم الدولي واللاعب السابق الكابتن وحيد محمد مدني، أهلا بيك. أهلا بيك فندم. معانا الزوجة الأستاذة عبير أحمد مصطفى، وحضرتك في نفس الوقت مش هنكتفي نقول زوجه وست بيت، لا وام، لا، في طبعا ان حضرتك مصممه ديكور ورسامه وحاليا مدير التصوير بالهيئه العامه للاستعلامات. اهلا بيكي. البنات بقى، يعني ثلاث بنات زي القمر. ابدا بالكبيره، اتفضلي قدمي نفسك. مرام وحيد، ثالثه اسنان، و كنت بلعب كاراتيه. كاراتيه مرة واحدة؟ يعني لعبة قعدت فيه كتير. كمان كان قد ايه بقى؟ من اولى ابتدائي لحد ثانية ثانوي. كتير اوي. كتير فعلا. سبتيه ليه؟ الدراسة. حسيت ان هو يتعرض؟ احنا هنرجع ونتكلم بالتفصيل، بس انا يعني نسيت نفسي، احنا المفروض نتعرف الاول. اتفضلي. ميار وحيد وثانية ثانوي. اهلا بيكي. بس هو ايه، كملي كملي. لا خلاص، لا لا لا، عندك حاجه تانية قوليها؟ لا مفيش. إيه، صغيره ملك. اسمي ملك وحيد، انا في سنه رابعه ابتدائي وبلعب بسباحه. انت باين عليك القصه يا ملك. مش كده برضو؟ طبعا. وانا معلوماتي ان انت فعلا قصه، وانت بقى اللي بتعمل حسابها في البيت ده، وانت اللي بتوجهي الدنيا كلها، وده برضو موضوع هرجع له تاني. بس انا عندي سؤال دايما ببدا بيه، اللي هو برجعكم زمان شوية شويتين، التعارف، بداية التعارف بينكم. أقول أنا ولا إيه؟ أنا هسمعه على فكرة من وجهة النظر بتاعتك ومنها برضو، لأن بتختلف. وعلى فكرة ساعات بتسمع معانا في البرنامج حاجات لأول مرة تسمعها، والزوجة نفس الشيء. أبدأ بيك. هو أنا، إحنا كنا زملاء في معهد الخط العربي، أنا كنت في فنون جميلة، كنت عايزه ادرس الخط العربي مع الكليه علشان يعني شغل التصميم والخط العربي يكون معايا. فاتعرفنا لان هو كان معايا زميل ليا في الكليه في معهد الخط العربي. يعني تعرفتوا كزملاء؟ نقول كزملاء. زملاء. بدات بقى التحول في العلاقه. انا بحب قوي اسمع التحول هنا بقى. بنتوا كمان صح؟ انتوا تلاقيكوا حافظين. طب ازاي بقى؟ مش عارفه، يعني هو يعني تكرار المقابلات وان احنا كنا بنبقى مع بعض فترات طويله، فحصل لينك اللي هو يعني بداتوها ان انتوا تقولوا لبعض دي صداقه وزماله وبتتكلموا على الاساس ده، وبعدين يعني بدات كده. مش كده برضه؟
ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، بس هي ما بداتش بالشكل ده بالظبط يعني، بس هي بدات ان كان في عدم استلطاف يعني من يمكن في منها البداية. وزمايلها ليا وكده ياه. يعني، وانا كنت غامض شويه يعني. انا دخلت المعهد ده، انا بره الكارير خالص بتاع المعهد دوت، فدخلت المعهد لان لقيت نفسي انا كنت حابب الخط العربي، لقيت نفسي هقضي 3 سنين في الجيش كضابط احتياط، فقلت استفيد بالفتره دي كدراسه، خاصه ان انا كنت ببقى في السريه الرياضيه. فتعرفت عليهم هناك، كانوا يعني ده من راجل، حب الا بعد عداوه يعني، كانوا كان في هم عدم حتى استلطاف في في الاول، وتحول ازاي بقى من كده؟ ضمن المفارقات يعني ان هم كانوا فاكريني بديانه تانية يعني، انا بديني ديانه تانية يعني كنا كان كده. دايما بيتنده وحيد مدني، اي ف قلنا له انت كريستيان؟ شكلي كده. طيب خلاص. بعدين في مره اتنده وحيد محمد مدني، رجعنا له ايه ده انت انت؟ بتضحك علينا يعني انت؟ هو هي جت كده يعني، كان في شغل وفي معارض بتتعمل وفي مشروعات بنعملها مشتركة. كجروبات مع بعض، فابتديت يعني، انا ما كانش في ذهني طبعا موضوع الزواج في الفترة دي، بس ابتديت اركز شوية، حسيت ان هي برضو انسانة كويسة تستحق ان الواحد تقترن يقرن اسمه بيها يعني، او تقترن باسمي. فابتديت اعرف من بعيد كده، اتصاحبت على مجموعه من الناس اللي عندها في المنطقه، اعرف من ده انت خلالها عملت خطة. الاسره وكده. انت عملت لا خطة والله، بقى هي يمكن ويا هي سلام. بالصدفه يعني، انا ليا اتصالات في كل مكان يعني، فعرفت ناس في المنطقه هناك فسالتهم عليها، وبقيت اروح هناك اقعد معاهم واسال بقى من بعيد لبعيد كده من غير ما اعرف. لما لميت المعلومات اللي هي ريحتني تماما، ابتديت بقى اتكلم في الموضوع. يعني نقول ان هو بدأ زمالة واستلطاف، ومن ناحيتك كان اكتر، ولقيت بقى انت اقتنعتي بقى، تحولت ازاي؟ طبعا في اقتنعت على طبعا طبعا. طبعا ايوه اكيد يعني. اي راجل صعب قوي بالنسبة له انه ممكن يتقال عليه لا او يترفض في مجتمعنا بالذات يعني الشرقي لا والله، المصري هو الراجل ما ينفعش الأصيل. يروح يتقدم إلا إذا كان واثق بنسبة 100% إن هو مقبول، هو كان في ما الوقت ده ينفعش. في حد تاني يعني، كان في يعني حد حد تاني متقدم. وكان حتى يعني، بس أنا ساعتها ما كانش في أي علاقة خالص، مش أي علاقة، مفيش أي إحساس خالص تجاه الطرف التاني. ف طبعا برضو يعني نشأت العاطفة برضو ايوه موجودة، فطبعا فضلت انه يكون حد وحيد. عندك مشاعر ناحيته وتعرفيه طبعا وفي عشرة عن الزواج التقليدي. عن الزواج التقليدي. يعني ماما وبابا ما اتجوزوش جواز تقليدي من الاخر كده، ده حاجة مهمة قوي انتوا تقفوا عندها، عشان ايه؟ لما تيجوا انتوا كمان ترتبطوا تقولوا لهم اذا كنتوا انتوا ما ارتبطتوش ارتباط تقليدي، انتوا بقى عندكم مانع ان انتوا ممكن تتجوزوا جواز الصالونات وحد تكونوا شايفينه او جاي تبع حد، ولا مرفوض المبدأ ده بالنسبة لكم؟ ما فكرتش في الموضوع بصراحة خالص أصلا يعني. ما جاش في بالك أصلا أنت لا ممكن بس عايزة تتجوزي إزاي أو الطريقة اللي تتجوزي بيها؟ لا بس يعني الموضوع ما فكرتش فيه صالونات ولا مش صالونات، بس أكيد زي ماما وبابا أكيد هيبقى أحسن يعني. إن تفضلي حد تكوني عارفاه وقريبة منه. أكون عارفة أحسن من أنتوا يعني ما كنتوا أكونش سامعين عارفة. الحكاية بتاعت ماما وبابا دي وحافظينها سمعناها قبل طبعا. كده، سمعناها قبل كده. قولي لي بقى، انت في ثالثه طب اسنان، المجال ده انت بحريتك وبارادتك الكامله اخترتيه ولا كان في توجيه؟ كان لا كان بارادتي، انا اصلا كنت عايزاه، وبابا يعني شاف بذاكر وكده فدخلولي يا انت وافق. حباه يعني، حابه المجال ده. قلتي لي ان انت في الرياضه قعدتي 10 سنين كاراتيه، عمر فرق معاكي جدا. كاراتيه؟ حسسك بثقه بالنفس كده و ايوه انت مش طبعا. كائن ضعيف انت؟ لا هو يعني هو مبدئيا الكاراتيه ملوش علاقة بالعنف قوي يعني، هو في ناس كتير بيقولوا بقى ان هي حاجة عنيفة وكده، بس يعني كل حاجة بتبقى بيها كنترول، مش زي مثلا كونغ فو كده، هي حاجات فيها كنترول كل حاجة. هي مش عنيفة قوي، بس كانت وسيلة ان هي توصل يعني الواحد انه يبقى حاجة اكتر ما هي حاجة تدافع عن نفسها يعني. ايوه، يعني بمعنى بطولات بقى وهدف وحاجات كده. وبيغير في الشخصية يعني الرياضة عموما مش الكاراتيه. طب
بتغير في الشخصيه تماما، في تكوين الشخصيه. ايوه حسيتي كده؟ ايوه طبعا، لان انا كنت مختلفه اكيد كتير قوي عن اصحابي اللي ما كانوش يعني كانوش كل هدفهم ان هم مثلا يخرجوا، او ان هم انا كنت بتضايق من الموضوع ده ان هم كانوا مثلا بيخرجوا وانا اروح التمرين ولا حاجه. بس بعد كده عرفت ان انا كان دماغي مختلفه عنهم، هم كانوا دماغهم فاضيه، انا كانت يعني لو ورايا حاجه اعملها عشان اللي هو يعني اجيب اول بقى وان انا احقق نفسي. كنت بتضايق طبعا، كانت بتتعب في التخسيس الحقيقه. هي شايفه اصحابها كلهم بياكلوا براحتهم وهي ما بتبقاش زيهم كده. كانت ماشيه على نظام غذائي محدد ومعين كل السنين دي. انت ماشيه على نظام هو طبعا نفعك دلوقتي وانت في منتهى الرشاقه دلوقتي، وتكوين الشخصيه مختلف، انت اللي كسبتي عن اصحابك في الاخر. هو انا اكتشفت كده فعلا، اكتشفتيه، بس اكيد في الاول اخدتي سنين كتير حاسه ان انت محرومه من حاجات كتير. هي هي في الوقت ده نفسه يعني كنت بتعب قوي، فاللي هو كنت نفسيا خلاص يعني اللي هو انا بتعب جدا وما باكلش خالص وتمرين صبح وليل. مين بقى اللي ليه الفضل في تنظيم الوقت؟ يعني مين هنا اللي بيلعب الدور الرئيسي معاهم في تنظيم الوقت بين المذاكره والرياضه؟ هو انا اللي كنت بقوم بالدور دوت، لانه هو وحيد كان مشغول دايما في بطولات وفي سفر وفي شغله بتاع الاهرام. أيوة. كمان هو برضو يعني ليه بوزيشنات تانية في أنشطة تانية كتير اجتماعية وشغل كتير. فأنا كنت أنا من البداية حبيت أغرس فيهم حاجة كده حلوة عشان سن المراهقة وكده. بس انت بتشتغلي برضو في نفس الوقت، في ما هو الحمد لله شغلك برضو يعني قدرت اوفق بين شغلي وبين كوني ام وزوجه وكده يعني. فالرياضه كمان الكاراتيه اخترتها عن الكونغ فو او اي لعبه تانية عنيفه، هي فيها كنترول، فيها كمان اراده، هي اديتها اراده. احيانا كانت بتبقى محتاجه تنزل كذا كيلو في وقت قصير، فكانت كنت ببقى معاها في نادي تاني نحاول تخسيس، تجري وبعدين تاني يوم تروح نازله 3 كيلو حاجه كده. فهي كانت اداتها اراده، كونت الشخصيه والاراده واضافت وكمان الشخصيه الكنترول كتير. الكنترول التحكم في انني اوصل للضربه وما اوصلهاش، فتحكم في الغضب، في العصبيه، التحكم في الذات، التحكم في الذات. فهي اديتها برضو يعني اثقلت شخصيتها. ايوه. لكن بالنسبه لميار انا شايفه ان انت ما نجحتيش انك تلعب رياضه. هي بدات وخدت لغايه الحزام البني وبعدين. طب هي تتكلم بقى عن نفسها وارجع لك تاني. اوكي. انت ليه بعيده بقى عن الرياضه او ما كملتيش؟ ما نفعتش فيها. ما كنتيش حباها اكيد. انا عموما حللت لك شخصيتك قبل ما اعرف اي حاجه عنك، قلت لي صح وبابا وماما شهدوا لي، قلت لك انت الجيل، رمز الجيل بتاع دلوقتي اللي هو احنا قاعدين على طول على الموبايل والواتساب وفيسبوك والحاجات دي هي اللي شغلاكي، والاغاني وتتصوري سيلفي كتير، صح؟ فقلت لي صح وبابا قال لي صح جدا جدا. فانت نموذج لهذا الجيل يعني. هي الحقيقه ميار كده عامله يعني هي زي ما بيقولوا كده البسكوتيه اللي في البيت، يعني حاجه رقيقه كده وبتاعت اوانطا ومن النوع اللي هي ايه يعني. ما جربنا معاها رياضه كتير ما نفعتش، فحسيت ان هي بتحب شويه الميوزك، فابتدينا نخش معاها في سكه ان هي حبت ان هي تتعلم الاورج والبيانو وكده، وجبنا لها فعلا في البيت وابتدت تمارس مع متخصصين في النادي عندنا، بس ما كملتش. ما اعرفش، انا حريص ان هي تبقى برضو عندها موهبه ما، سواء رياضه يعني. هي عندها مشكله انها ما بتكملش للاخر، ودي مشكلتنا معظمنا. اي حاجه بنبداها بحماس قوي وبعدين بننسحب من النص، دي مشكله عندنا كلنا. والصغيره بقى اللي انا سمعت يعني ملك، انت اللي بتوجهي البيت كله وبتسيبي نوتس كده ملاحظات في البيت بكل حاجه، فكلميني بقى عن الموضوع ده. لا هو بس انا بعملها عشان يبقى البيت كله نظيف ورقيق. بتعملي ايه بقى؟ يعني بكتب قوانين للاوض. قوانين؟ طب ولو حد ما مشيش على القانون ده ايه بقى عقابه؟ ما اعرفش. بابا تزعلي منه بقى؟ لا بابا وماما بس يكرروا. ايوه.
ثالث بتخلي باباها يمضي على القرارات، يعني تكتب النوتس وتعلقها على الباب وبعدين تخلي باباها يمضي على القرارات دي. أيوة. وكله لازم يلتزم. أيوة. بالقرارات. طالما الاب مضى بتبقى اوامر مستديمه. خلاص اوامر. ابو البنات وام البنات واللي هو ثلاث بنات بس كان في رغبه بقى في الولد ده، شعور بيبقى عند معظم الابهات والامهات على فكره يعني. لكن ايه رايك في النهايه في كلفه البنات يعني؟ هقول لحضرتك لسه الاحساس ده موجود. اولا احنا انا جذوري صعيديه. اي من اسوان. فاول بنت تيجي في العيله كانت مرام. احنا كلنا اولاد، حتى اخواتي كلنا اولاد. فاول بنت دي كانت بالنسبه لنا دي يعني حاجه جميله جدا، فكانت واخده الدلع كله طبعا، وكنا مرحبين بيها جدا لما جت ميار وملك. انا شخصيا ما بيفرقش معايا الولاد من البنات، بالعكس يعني البنات مشاكلهم اقل. أيوة. عن الولاد، الولاد بيبقى مش اندر كنترول خالص، لما بيوصلوا لسن المراهقه وكده بيبقوا بره الحسابات ان انت تسيطري عليهم خالص. ايوه. انما البنات الى حد كبير برضو اندر كنترول. ايوه. البيت اللي فيه بنات، ثلاث بنات، هادي، واضح انه لا خالص. قبل ما اسمع الاجابه واضح ان انا عارفه مصدر الشقاوه. انا عارفه الفكره انه فكره البنت والولد هم رافضين اصلا ان يكون في تمييز بين بنت وولد، وفكره ان لو كنت ولد او لو كنت بنت. انا بذاكر وبتعلم وهشتغل زي الولد، مفيش فكر فرق ده يعني. الفكره بس يا ريتني كنت ولد علشان لو خرجت وسهرت بره مع اصحابي ما تقوليليش حاجه. أيوة. هي بس ده الفرق، لكن غير كده هم عايشين حياتهم كامله، مفيش لا ولد لا، ما تقوليش الكلمه دي، مفيش. أيوة. الكلمه دي خالص. بتحرصوا ان انتوا تجمعكوا اوقات زي زمان كان وقت الغدا ده مقدس والاب يقعد على العادات الجميله دي بتاعت زمان، مش بتحرصوا على بعضها او ان انتوا تقربوا حتى منها؟ ولا الحياه واخداكوا برضو زي معظمنا؟ هو دلوقتي الحياه واخدانا احنا، يمكن السفره الوحيده اللي بتجمعنا في رمضان حقيقه، باستثناء بعض الايام اللي بيكون في اجازات في اعياد في كلام من ده، انما غالبا مرام مثلا تيجي من كليتها على 5-6 بنكون احنا اتغدينا. انا ممكن ما اكونش حضرت معاهم الغداء اساسا، ممكن اجي بالليل بيكون عندي ارتباطات، فكل واحد بيجي بقى بيتغدى وقت ما بيجي عشان عنده التزام تاني، هينام او هيذاكر او عنده درس او كلام من ده. ما بنتجمعش الا في رمضان بصراحه بشكل اساسي ورسمي، سواء في البيت ده معظمنا على فكره على الفطار في رمضان. بس هو الحقيقه ملك حريصه على انها تجمعنا. ملك الصغيره. ملك اللي هي بتسيب الاوامر والنظام والقانون مكتوب، وعايزانا ناكل في يعني برافو عليك في اوقات معينه ونتجمع كلنا. ليها كلمه لذيذه عشان الدفء الاسر يا ماما. الله الله على الكلام. ايوه لا اسمعوا كلام ملك. يعني ملك دي حكايه. ملك ما انا هي باين عليها حكايه على فكره من غير ما تتكلم. نيجي بقى للناحيه الرياضيه شويه، عايزين نتكلم عنك كلاعب، ازاي دخلت الرياضه؟ كنت لاعب سابق ملاكمه، بدات معاك ازاي فكره الرياضه؟ من المدرسه، من الاب؟ الرياضه بصفه عامه يعني احنا كنا انا كنت من السيده زينب، يعني من برضو وسط الى حد ما متوسط او تحت المتوسط شويه، من اب وام زي اي حد طبيعي من المناطق الشعبيه في مصر، يعني يمكن ما كانوش بيهتموا بالرياضه قد ما بيهتموا بمستقبل الطالب وقد ما بيهتموا باصحابه. فكان اهم حاجه عنده ان انا اخلص الدراسه، اخلص امتحان اروح اجدد اشتراكي في مركز شباب السيده عشان امارس رياضه، عشان ما اقفش بقى مع شباب ولا اروح كده ولا كده. ده عنده هدف الرياضه الوحيد. يعني لكن انت تحقق بطولات تبقى لاعب معترف بيه ناجح، لا ما كانش الحلم هو ما كانش. انا لعبت كذا لعبه يعني، لعبت العاب قوه ولعبت هاندبول ولعبت كوره وما كملتش فيهم. جيت في يوم المباراه بتاعت محمد علي كلاي ولاري هولمز، لما محمد علي كلاي اتغلب فيها ليلتها في الفجر كان. انا تاني يوم قررت ان انا هلعب ملاكمه
وكان طبعا في المركز عندنا. ايه السبب؟ يعني ليه الرابطه دي بين محمد علي كلاي وانه اتغلب؟ والله مش عارف، كنت زعلان جدا ان في حد احنا كلنا بنحبه اتغلب في الرياضه، واحنا كلنا كنا حاطين في دماغنا ان كل شويه يعني لغايه الجوله 12 كده حاطين في دماغنا ان محمد علي كلاي هيخلص المباراه في الجوله دي، هيخلص لغايه لما اتغلب ما صدقناش. فتاني يوم انا قلت انا هروح للمدرب بتاع مركز شباب السيده، قلت انا هروح العب ملاكمه. رحت كلمته قلت له اجي لك امتى؟ قال لي تعالى دلوقتي لو عايز تتمرن تتمرن. ابتديت اتمرنت، بعديها بشهرين لعبت بطوله مدارس كسبتها. فدي ادتني دفعه اكتر ان انا اكمل. قعدت سنتين كده اخسر في بطولات الانديه، بس كانت القرعه بتوقعني لان انا ما كنتش مصنف وماليش اسم. القرعه بتوقعني مع الابطال دايما، فكنت اعمل ماتش قوي جدا واخسر اول مباراه سنتين على كده. ايوه. لدرجه ان انا في سنه من السنين يعني في السنه الثانيه في اخرها كان النظام ان اللي يتاهل للجمهوريه لازم يكون واخد اول جمهوريه اول قاهره. فلعبت كان بيبقى ليهم ثلاثه زياده عن العدد يحطوهم في اي ميزان. فدخلوني انا وانا خسران اول مباراه دخلوني العب بطوله الجمهوريه وحققت ثالث جمهوريه وانا لسه ما خدتش اول قاهره. فدي من ضمن الحاجات يعني ابتديت بقى اللي احط اسمي بقى في. هو ممكن تكون عيبها ان انت بتلعب ابطال ان انت بتخسر طبعا قدامهم، لكن ميزتها الاحتكاك طبعا، ده مدرسه لوحده وبتعمل اسم طبعا وبتكتسب خبرات طبعا. بطلت امتى بقى وتحولت الى حكم ازاي؟ بطلت في انا خلصت جيش في ديسمبر 89، قررت ان انا بطل. حضرت نهايه الموسم بتاع 89 وقلت خلاص بقى كفايه كده. ده قرارك انت الخاص. حسيت انك بدات تتعب ولا عايز تستقر؟ لا ما اقدرش عليك، احنا يعني بنلعب رياضه لغايه فتره الجيش وبعدين الحياه العمليه بقى بتاخدنا يعني شويه خلاص بقى. هي عايزه تفرغ. اي احتراف للرياضه عايز تفرغ طبعا. في مصر هنا برضو عايزه تفرغ وعايزه امكانيات. صعب ان انت عشان تتفرغ عايز امكانيات يعني. وبعدين من ناحيه تانية ما كانش فيه اهتمام وقتها بالرياضه زي ما هو موجود دلوقتي يعني. أيوة. في الوقت الحالي فيه اهتمام بالرياضه وفيه اهتمام باللاعبين، في اهتمام حتى بنفسيه اللاعبين، لكن زمان ما كانش ده موجود. ما كانش عندنا كونه هو لعب وصل لده فده يعتبر بالنسبه له هو انجاز شخصي. ايوه. فهو برضو التزامات اللي انت خلاص اتخرجت واخدت جيشك قضيت جيشك فخلاص بقى تبتدي لازم تشتغل لازم تصرف على نفسك لازم لو هتكون بيت وسترع. طب كل ده يجي ازاي وانت معظم وقتك للرياضه يعني؟ قعدت تقريبا من 89 ل 96 بعيد تماما عن طب وهل الملاكم يعني ما كانش المحترف؟ انت المفروض كنت ملاكم محترف، ملوش راتب يعوضوا عن شغل تضحك؟ والله انا كنت بلعب بعيدة تمام. لا انا كنت بلعب في نادي كان كل اللي بناخده تريننج كل سنه وجزمه بيسموها الكنجة، في الكنجة كده بتبقى طويله كده و 12 جنيه في الشهر بدل انتقال. ايه خبر؟ هو ده الحصيله الكامله يعني بالظبط. وكانوا يعملوا لنا حفله في نهايه كل سنه كده يعملوا لنا تقدير شهاده تقدير او اي هديه كده وخلاص اللي حقق مراكز يعني على مستوى الجمهوريه. فانت بطلت لكن ما اتقطعتش علاقتك بالملاكمه، استمريت. اتقطعت علاقتي بالملاكمه حوالي من 5 لـ6 سنين كده، وبعدين جالي الاداري بتاع يتكلمني قال لي احنا في لا انتوا لازم تخشوا، انا ليا اخويا برضو لعيب ملاكمه وهو حكم معايا برضو، قال لي لازم تخشوا في الملاكمه يا مدرب يا مدربين يا اداري يا حكام. فانا استهوتني فكره ان احنا نخش حكام، فلان التدريب برضو عايز تفرغ اكتر برضو. ايوه. فقلت له لا انا اخش دور التحكيم، واخويا قال له نفس الكلام. عملوا دور التحكيم فعلا والنادي بتاعنا رشحنا والحمد لله اتوفقنا فيها وبقينا حكام درجه ثالثه. اتدرجنا بقى في المناصب من يمكن 96 97 لغايه دلوقتي احنا بقينا حكام دوليين، وانا رئيس لجنه حكام القاهره دلوقتي. يعني ايه حكم مثلا للملاكمه؟ يعني ايه الشروط؟ ايه انا لازم ايه الصفات والمؤهلات اللي تبقى عندي كمؤهلات عشان اتاهل وابقى حكم؟ هو لازم يكون طبعا لاعب على مستوى الدرجه الاولى وحقق بطولات، يكون سنه بيتراوح ما بين 20 ل 35 سنه، ما يقلش عن كده وما يزيدش عن كده.
يكون طبعا حسن السير والسلوك، خلقه كويس، يكون امكانياته الذهنيه والنفسيه تسمح له بكده. يكون كان لاعب ولا دي مش شرط؟ لازم لازم يكون حقق بطولات، لعب على مستوى الدرجه الاولى وحقق بطولات. هنا بقى جيلك شويه، معلش، اي وظيفه في الدنيا بتسيب اثرها على الشخصيه، لا خصوصا لما انا اقعد فيها سنين. كابتن وحيد مدني اتاثر، يعني الملاكمه اثرت بما فيها من عنف بقى؟ لا، لا قولي الحقيقه. لا هو يعني وحيد، يعني انا عرفته اكتر وهو حكم، فالتحكيم في حد ذاته يعني بيثقل شخصيته بانه يكون عادل شويه، عادل بين ولاده، عادل معانا في البيت. فدي ما اثرتش، مش العنف. كمان هو شغله في الاعلانات، مدير اعلانات، ده بيحتاج تعامل مع جمهور، وتعامل مع ناس، مع العملاء معين. فهو برضو في معاملاته بيعرف يتعامل. أيوة. لا ما شفتش عنف. يعني طبعا كل واحد في اثناء غضبه بيكون عنيف، بس مش بالشكل اللي متصوراه انه يكون ملاكم يعني. ايوه. طب شغلك انت بقى ساب اثر. انا عايزه اعرف يعني ايه مصممه ديكور بالهيئه العامه للاستعلامات، يعني ازاي؟ مش فاهمه العنوان. انا لما جيت اتعين كان ده التايتل الموجود، بس انا الفاضي، يعني الفاضي اللي اتسكن عليه في شغل. وبعدين انا اصلا جرافيكيه، رسامه، اشتغلت طبعا فتره في الديكور، واشتغلت كاخراج طباعي، يعني ارسم لاخراج العمل للطباعه، عملت اغلفه كتب، كتب نفسها كنت بعمل اخراج ليها. وبعدها تدرجت بقى في الوظيفه عندي، واتنقلت من اداره للتانيه لغايه ما وصلت لاداره التصوير اللي انا موجوده فيها حاليا. ايوه، التصوير بمعنى التصوير الفوتوغرافي فعلا. لكن الفوتوغرافي. هل ده معناه انت بتصوري بنفسك ولا لا؟ لا لا، في عندنا مصورين. ما هو يعني انا كبرت برضو، خلاص وصلت لمرحله ان انا مش بصور، يعني انا ممكن يعني اعمل فوتوشوب للصور. ايوه. لكن انا دلوقتي بدير شويه، يعني شغلي كتابي شويه. أيوة. لكن بعد ما اولادي كبروا وبداوا شويه مسؤولياتهم تخف شويه عليا، رجعت لحته الرسم اللي انا كنت سبتها وكنت اتلهيت عنها في دراستهم، لاني انا اللي كنت بذاكر معاهم والدروس وكده. شغلتك شغلوني البيت، لكن لما بدات احس بنفسي بدات افضى، رجعت تاني للرسم. ايوه. المواطن المصري عموما يعني مش بحس هو بيتابع حتى الماتشات الدوليه، او مش كتير منا بيتابع، فهل دي حقيقه ولا الواحد عشان بعيد عن الملاكمه وما عندوش معلومات كافيه عنها؟ هي الملاكمه من الالعاب الشهيده طبعا، زيها زي كل الالعاب الفرديه طبعا. الكره واخده اهتمام الناس كلها والدوله، لانها الكره جمهورها اكبر، بيعد بالملايين. يعني لو حسبنا الاهلي والزمالك هتلاقي ان مصر مقسومه لتلتين، تلت للاهلي وتلت للزمالك وتلت لبقيه الانديه كلها. بالظبط. وبالتالي يعني واخد الكوره واخده اهتمام اكبر، زائد ان الكوره دلوقتي بقت صناعه. صناعه يعني ايه؟ يعني بتقدر في حاجه اسمها تسويق رياضي للمباريات، فانيلات اللعيبه، للملاعب نفسها، لاي حاجه في الرياضه دلوقتي بقوا يسوقوا، فبيجيب فلوس. طالما بتجيب فلوس بتصرف على اللعبه كويس. انما ده الامر ده مختلف شويه في الالعاب الفرديه وخاصه الملاكمه. أيوة. انا عندي مساحه الملعب، عندي مع الجمهور الكبير اللي بيكون موجود، مع البث التلفزيوني بقدر ابيعه كويس واقدر اسوقه اعلانين كويس. اما في الملاكمه الحلقه 6 متر في 6 متر، يعني هتبيعي ايه؟ مساله برضو فرص التسويق ليها ضيقه قوي. ايوه. علاوه على ان هي ملهاش جماهيريه كبيره قوي في منطقتنا، في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، حين ان بعض البلاد كنت لسه بقول لحضرتك الملاكمه عندهم ابطال الملاكمه دول نجوم زي الولايات المتحده. طبعا. مثلا الولايات المتحده وكوبا. وكوبا. ايوه. فعندهم الملاكم ده بيبقى بيوصل ان هو يكون
نجم وبتدر عليهم دخل احسن من بتاع الكوره. بالظبط ده حقيقي. هي برضو بتحتاج شويه نظره من المسؤولين. الحقيقه يمكن من اكتر الناس اللي بتساعد معانا في الاتحاد المصري للملاكمه برئاسه الدكتور عبد العزيز غنيم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب. بصراحه لما بيطلب اي حاجه لاي معسكر في اي حته ما بيتاخرش، ولسه حتى مخرج بطلنا حسام بكر كان جاي من بطوله العالم واخد برونز، مسفره المانيا لان كان عنده اصابه في الضلع على نفقه الوزاره ما بتاخرش. ففي اهتمام دلوقتي من وزاره الشباب. الحقيقه المهندس خالد عبد العزيز عامل كل حاجه احنا عايزينها بيعملها لنا. طب بالنسبه للامكانيات بقى الماديه اتحسنت دلوقتي؟ الوزاره بتصرف بتخصص ولازم يعني يبقى توفر امكانيات للاعب علشان يقدر يحترف ويحقق بطولات. هقول لحضرتك الوزاره عامله مشروع اسمه مشروع الواعدين. ده المشروع ده بيجهز اللاعب الاولمبي لما بعد 2020. دول هيبقوا مواليد 2003 و2004، دول بيعدوهم. ده تحت اشراف الوزاره، بتصرف لهم بوكيت ماني وبتصرف لهم شنطه تدريب وبدل تغذيه وكلام من ده. ده اعتقد نواه تقريبا كده، هي نفس المدرسه الصينيه اللي عملتها قبل اولمبياد بكين. فده نواه لابطال اولمبيين ان شاء الله، بس ربنا يسهل ويستمر وما يتغيرش وزير ينسفه. ما هو دي مشكلتنا ان احنا كل حاجه بتتغير باختلاف الاشخاص والمسؤولين والوزراء والرؤساء الجمهوريه، في حين ان بلد برضو زي الولايات المتحده وغيرها كتير من البلاد المتقدمه ان بيمشوا على سيستم ونظام ايا كان الرئيس او المسؤول اللي بيجي، هي سياسه واحده. بالظبط. فده اللي احنا بنتمناه يعني في بلدنا. طب لما سافرت، وانت سافرت انا عارفه كتير، لقيت ايه اللي بيخلي اللاعب هناك يحترف ويوصل للمستوى؟ يعني مصر عمرها ما حصلت على الميداليه الذهبيه، حصلنا على برونزيه مؤخرا والفضه، كان اللاعب كان محمد رضا تقريبا، محمد رضا فضه محمد الباز برونز واحمد اسماعيل برونز في اتينا 2004. في 2004 قبليها دي اخر حاجه في اولمبياد اتينا، اولمبياد سنغافوره للشباب هشام يحيى برضو خد برونز. نيجي بعد كده لسه السنه دي حسام بكر في بطوله العالم في الدوحه واخد برونز، وعمل ماتش بعد كده للتأهيل لريو دي جانيرو وتأهل بقى خلاص، يعني ربنا كرمنا فيه ان احنا خدنا ميداليه على مستوى العالم وكسبنا ماتش بتاع التأهيل وتأهل لريو دي جانيرو، وهو الوحيد دلوقتي المؤهل ان هو لسه في فرصه ثانيه لبقيه الفرقه في بطوله افريقيا هتبقى في الكاميرون ان شاء الله. طيب ليه عمرنا ما حصلنا على ميداليه ذهب؟ ده مبدئيا كده السؤال الاول. يعني مصر عمرها ما حصلت على ميداليه ذهبيه في الملاكمه. ازاي؟ لان مصر برضو الميداليه الذهبيه دي عايزه اعداد كبير قوي. اعداد يعني اللعيب عشان يوصل لمستوى المنافسه، مش المشاركه، المنافسه على بطولات العالم والثلاث مراكز الاولى بره بتصرف عليه مش اقل من 40 50 مليون لعيب الواحد. 40 50 مليون ما بين معسكرات واحتكاكات واعداد واعداد بدني. انت قلت لي ان الاحتكاكات بتوصل ل 350 مباراه اللاعب لازم ياخدها على الاقل دوليه. بيلف بيتعامل مع المدارس كلها، المدرسه الشرقيه والمدرسه الغربيه. المدرسه الشرقيه بتاعت دلوقتي بقت كتله كبيره قوي، دول استان ديت اللي هي اوزبكستان كازاخستان، كل الكتلة الشرقية دي كلها مدرسة لوحدها، كوبا مدرسة لوحدها، أمريكا مدرسة لوحدها. طبعا منطقة الشرق الأوسط دي بتخبط بقى ما بين ده وده حسب الجهاز التدريب بتاعهم. يعني احنا عندنا هنا الحقيقة احنا ابتدينا في السكة دي لأن كوبا هي نمرة واحد في العالم، حتى في بطولات العالم تلاقي متأهل منهم فرقة كاملة، فرقة كاملة متأهلة الفرقة بتاعتهم، مش فرد أو لاعب زي احنا. تأهل من عندنا أربعة، كوبا تأهل 10، الفرقة كاملة. فاحنا ابتدينا نستفيد من المدرسه الكوبيه دي، دخلنا على جهاز التدريب. كان في المؤسسه العسكريه كانت عامله جايبه خبير كوبي اسمه اوليسيوس، فابتدينا الاتحاد المصري للملاكمه ابتدينا نستعين بيه، وبقى هو الاسيستنت بتاع المدير الفني للمنتخب الوطني او للمنتخبات. ابتدينا دلوقتي بنعد منتخبات للشباب، ومشروع الواعدين اللي طالع من الوزاره ده جبنا مدرب تاني اسمه راؤول،
ده هيبتدي يعد الناس دي بقى عشان يطلع على الأولمبياد من 2020 ونطلع إن شاء الله. تمام. فنقول إن المستقبل للأفضل فيما يخص الملاكمة. طبعا. يعني مستنيين مستقبل أحسن. والأكتر الأكتر صرف. ودي حاجة مهمة قوي في أي رياضة. الإعداد مطلوب جدا جدا. الملاكمة لعبة مش رقمية هقدر أكسر رقمي هنا، لا، ده الملاكمة لعبة بتحتاج لياقة بدنية عالية جدا، بتحتاج إعداد بدني عالي جدا، إعداد نفسي عالي جدا، محتاج شوية توظيف لبعض الهيئات زي المدارس والجامعات. أنا عندي اللعيبة اللي هي بتبقى في سن المنتخب الوطني بيبقى معظمهم يا في مدرسة يا في جامعة. فمحتاج شويه كده مرونه منهم على اساس ان انا ااجل امتحانات، اساعد الطالب إن لو عنده سفريات، لان الطالب بيضيع للامتحان. انا عندي في هشام يحيى جاب برونز كاس عالم واتفصل من كليه التربيه الرياضيه. طب وازاي هنا اتفصل ومن كليه التربيه الرياضيه؟ كليه التربيه الرياضيه كمان، يعني اللي هي المفروض اكتر كليه تقدر مفروض ده كلام. ينجح من غير امتحان، يعني ده بطل عالم. طب ازاي كده يعني؟ النظام عندنا في مصر كده. وازاي انتوا ما حاولتوش تواجهوا المشاكل دي علشان تساعدوا اللاعب ان هو يبقى ذهنه متفرغ، مش حاسس ان هو بيجي على حساب مستقبله في في ناحيه ثانيه؟ الجهاز الحكومي عندنا برضو عنده بيروقراطيه زياده قوي، عاليه قوي يعني. فاحنا بنحاول كده، ربنا يسهل الدكتور يعني. بتحاولوا ازاي؟ هل بتحاولوا يعني انت كنت بتشيد دلوقتي بالدكتور خالد عبد العزيز؟ تمام. دي مالهاش دعوه بالدكتور المهندس خالد عبد العزيز. ليها دعوه بمين عشان توجهوا له؟ ليها دعوه برئيس جامعه، رئيس جامعه او عميد الكليه بتاعته. ما هو مين اللي بيخاطبه هنا؟ مش المفروض وزاره الشباب والرياضه اللي بتخاطبه؟ مش انتوا؟ طيب يبقى ليه علاقه بالدكتور خالد عبد العزيز؟ في طيب ان شاء الله ان الدكتور عبد العزيز عامل اتصالات كبيره، وربنا يسهل الحال ان شاء الله تبقى فيها خير يعني. ده مهم جدا ان اللاعب بالعكس. شوفي حضرتك استغربتي. طبعا اللاعب ده المفروض بالعكس ده يعامل معامله خاصه، ده ياخد نمر اضافيه بالظبط على 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 نشاطه، لان احنا المفروض بتشجع الرياضه. لو في كليه ثانيه اقول لك ممكن، انما ده في نفس المجال الرياضه يعني. ايوه. طب انا عايز اعرف بقى الجزء الثاني من شخصيتك كمدير الاعلانات، يعني الاثنين بعيد عن بعض قوي. يعني ازاي بقى الوظيفة التانية دي جت معاك وليه اخترتها؟ والله مش ما اخترتهاش بمعنى اخترتها يعني، ولكن احنا طبعا الطبيعي ان احنا بعد ما نخلص جيش بنشتغل في مكان. اشتغلت في الاهرام في قطاع الاعلانات. انا كنت رايح على كنت داخل الاهرام على اعتبار ان انا هشتغل في الحاجات الفنية كراجل درست خط عربي وكده، ولكن ما استهوتنيش قوي ان انا اشتغل بالمجال دوت واسيب مؤهل الدراسه. انا معايا دبلوم دراسات عليا في الاعلان، ويمكن طالع اول دفعتي في الدبلومه ده. طبعا ما كملتش بقى لظروف ارتباطات الوقت وكده. ابتديت اخد دورات تسويق ودورات اعلان، واهلت نفسي كويس، وخدت الرخصه الدوليه في الكمبيوتر، وابتديت اشتغل في السلك الاداري. يمكن برضو البدايات هي بتبقى مهمة جدا لأي حد. بدايتي كان مديري كان راجل محترم، تأثرت بيه جدا، هو اللي حببني في السلك الإداري وتعلمت منه كتير وسلكت بقى ومشيت، لدرجة أن هو كان بيستعين بيا في حاجات بره حدود شغلي وكنت بعملها له وكده. فماشيين بطريقة متوازية الوظيفتين. أستاذ عبير، عجبني قوي آرائك لما كنت باخد رأيك كأم لثلاث بنات في الزمن الصعب ده، وكنت بقول لك أنت بتشتغلي كمان، وإحنا مش هينفع نحبس بناتنا نقول لهم لا ما تخرجوش وتواجهوا المجتمع بمساوئه بأضراره، وفي نفس الوقت مش هنبقى رقيب عليهم ونمشي نراقبهم. قلت لك بتتصرفي إزاي، فقلتي لي كلام حب أن أنت تعيديه تاني قدام الكاميرا. هو الحقيقه طبعا انا مش هقدر امنعهم عن التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي، والا هيبقوا متخلفين عن المجتمع وعن يعني لان دراستهم كلها من خلال الكمبيوتر. فطبعا من البدايه في الصح والغلط وفي العيب وفي الحرام، شايفين برضو البيت في صلاه في كده، فمن البدايه كانت دي الاساس. ان هم أنا حاولت قريبين من ربنا، عارفين دينهم. هم صغيرين ده، هم صغيرين كان هم صغيرين
يعني موضوع الكمبيوتر ده بقاله حوالي 5 سنين او اكتر شويه، مش من هم بيبيات يعني. فكمان انا حريصه من صغرهم اني اعرف اولياء امور او امهات اصحابهم واتعرف على اصحابهم. وحتى لما كنت ببقى شاكه في حاجه كنت بعزم الولاد دول عندي في البيت واشوف البنات عن قرب وابتدي اوجه من بعيد. واحيانا كان بيبقى في حسم شويه في بعض البنات، هم الحقيقه كانوا بيستجيبوا معي مره في مره. خلاص هم عرفوا مين يتصاحب ومين ما يتصاحبش وايه الصح وايه الغلط. كمان ما عندناش باسورد في البيت، كله مفتوح. فهم حاسين ان مفيش خصوصيه، مش ممكن خصوصية. تكون انتوا بتتضايقوا هنا الجزء ده؟ هو اكيد يعني واضح ان في هنا تمرد رهيب يعني. لا هو هي الفكره نفسها يعني، انا ببقى مثلا لو عامله باسورد او حاجه هقول لماما وبابا، بس لازم ابقى عاملاه لان انا ببقى في الجامعه بسيبه ممكن في اللوكر، بدخل السكشنز بتاعتي بيبقى عندي حاجات عمليه كتير فبسيبه لوقت كبير مش معايا. فاللوكرز دي في ناس معاها المفاتيح دي، او مثلا لو سبته في اي مكان مثلا ورحت مثلا في الكافيه او حاجه وسبت الموبايل يبقى كده معرض ان اي حد يفتحه ويشوف كل البيانات والمعلومات اللي فيه. فهي هي مثلا لو عامله باسورد او حاجه بيبقى ماما وبابا عارفينه، بس ان انا ما اعملش خالص دي يعني دي ما لهاش علاقه بالخصوصيه نفسها. يعني لو ماما وبابا عايزين حاجه بياخدوا الموبايل عادي. واكيد كلنا عاملين باسورد لاجازتنا، بس هو انا بقصد ما فيش باسورد في البيت يعني. أيوة. بيننا وبين بعض ما فيش باسورد. هنا ده المعنى الشامل للباسورد. هنا المعنى الشامل اللي بقصد انا عامله وكل واحد عامل الباسورد، بس بقصد بصفه عامه ان ما فيش باسورد خاص بكل واحد. لا انا اقدر في اي وقت اتكلم مع ميار واشوف اصحابها واتكلم معاهم واقابلهم في النادي، وممكن اقابلهم واستقبلهم عندي في البيت مع مالك نفس الوضع. فما فيش فكره يعني، لانه دلوقتي مش كل الامهات عامله كنترول على اولادها. ايوه. واحنا بس عايزين نحافظ على بناتنا، مش بس مساله بنات، مش يعني بقصد اقول الاخلاق بتبقى فيها التاثيرات والمؤثرات حواليهم كتير قوي، فلازم ان انت كل شويه تصوبي تعدلي المساله. وبقصد اقول برضو ان مش في الاخلاق بس، لا في الافكار. الافكار ممكن يصمم افكارهم بطرق او باخرى، يعني يدخل لهم الصح في الغلط. فطبعا هنا لازم يبقى فيه تقويم ولازم يبقى فيه لغة حوار بيني وبينهم علشان اقدر اوصل لهم وجهة نظري واوصل لهم ان ده كلام مظبوط وان مش كل الولاد كويسين ومش كل البنات كويسين. وربنا يسهل يعني، ربنا يستر. يا رب يا رب. انا عايزة اسمع، انت طبعا شكلك حدوتة، انت كمان وعندك اراء وعندك حاجات انت مش بتطلعيها يعني، مش بتصارحي بيها، فاسمعك بخصوص المعامله اللي هي بدون باسورد في اي حاجه، مفيش خصوصيه عموما. اسمعك. هي ساعات بتخنق بصراحه. انت ساعات بتحسي انك مخنوقه؟ لكن شايفين اني اوفر في حاجات كتير. اوفر الكلمه دي سمعتها في سمعناها كتير. اوفر دي اوفر كتير لاني بوديهم من الدروس وبجيبهم من الدروس، بوصل وبجيب. فهم شايفين ان صاحباتهم مش بيتعاملوا بنفس الطريقه. فانا حريصه عليهم بزياده. وصلت لهم ان ده علشان انت قلقانه وخايفه عليهم وعشان انت غاليه عليا؟ انت غاليه. مش عدم ثقه ولا لا؟ يعني انتوا يعني وصل لكم مش فكره عدم اسمعك ثقة. يعني انتوا وصل لكم ان ده خوف عليكم ولمصلحتكم ولا عدم ثقه؟ يعني ممكن تكون وصل لك غلط مثلا؟ في الاول وصل لي غلط يعني، ان هو عدم ثقه. ودلوقتي مش عدم ثقة يعني. مش عدم ثقة؟ ان هو خوف عليك. مش كده؟ عشان انت حاجة غالية قوي على ماما. وبالنسبة لملك بقى، اهم رأي اسمعه واختم بيه النهاردة في الحلقة، ايه رأيك؟ لا ملك متعاونة ويعني بتشوف انا بوجه ازاي للصح والغلط وهي بتعمل الصح. شوفي انا بعمل ايه يا ماما. فملك بتتعلم. ايوه. هم برضو في مرحلة ان هم كبروا شوية وبقوا ليهم شخصياتهم، وكل واحدة فيهم ليها شخصية مختلفة عن التانية. يعني انا بحاول بس معاهم، لكن طبعا انا مش بفرض عليهم شخصيتي، بس
بحاول احافظ عليهم. يعني حضرتك شايفه العالم، احنا مفتوحين على العالم، ف يعني مع الاخبار اللي احنا بنسمعها، مع الحوادث اللي بتحصل، مع المشهد كله على بعضه مربك جدا، فطبيعي يعني. هو يمكن برضو هي مامتهم بتبقى خايفه عليهم شويه، بتوديهم المدرسه وتجيبهم. يمكن مرام خلعت من الموضوع دوت او خرجت بره الاطار ده عشان الجامعه، انما بالنسبه لميار بتوديها المدرسه وتجيبها، توديها الدرس وتجيبها، وتروح تجيبها بعد ما تخلص وكده، فهي حاسه ان هي ما عندهاش مساحه من الحريه شويه ان هي تبقى فدي بنعوضها لها بقى ان شاء الله. يعني لما يعني انا اول ما خلصت امتحانات هي خرجت مع اصحابها، راحت مكان كده في التجمع واحنا ساكنين في المقطم، فسبناها كده يوم كامل. ده لازم يعني لازم يبقى فيها برضه لحضرتك. انا طول النهار كنت يعني بس اصل هيجي اليوم اللي هتسيبيهم طبعا هيجي، يعني اول ما هتبدا تدخلي الجامعه اكون مطمنه عليهم. ففكره ان الواحد يكون مطمن انت اسسي بس صح. اه انا طبعا سعيده جدا بالبنات، سعيده جدا بابو وام البنات. بشكركم على اللقاء الممتع، كابتن وحيد مدني، استاذ عبير، بشكر البنات كلهم فعلا سعيده، مرام وميار وملك، شكرا ليكم. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الميعاد وحلقة جديدة من بيت العيلة.